السلام عليكم، ازيك يا بناتي؟ يا رب تكونوا بألف خير، يا رب في أحسن حال. خلاص أنا مسافرة، ف أنا جهزت الشنطة وصورتها، وبعدين الفيديو اتمسح، ف قلت خلاص أصورها لكم تاني قبل ما أنزل، لأن أنا خلاص مسافرة. اتمنى بس كنا ربنا يكرم ويبقى الموضوع سهل ونقوم بالسلامة. المهم فأوريكم أنا واخدة معايا ايه، ومرتبة الشنطة ازاي، وموفرة المساحة بتاعتها ازاي. هي على فكرة هي صغيرة مش كبيرة، لان انا ليا لبس كتير قوي في بيت اهلي، خروج ولبس بيت، فمش واخده حاجات كتيره معايا. الحاجات اللي ممكن اكون جبتها جديد مش اكتر يعني. خلاص فيلا بينا نبتدي الفيديو، يلا. بصوا هي اوريدي اترتبت، فانا هوريكم حاجه حاجه اللي انا حاطاه فيها بالظبط، وبعدين هحطه مكانه تاني، فما فيش مشكله. فهشيل الحاجه دي واوريكم ايه اللي محطوط بالترتيب من تحت لفوق، ونقفل دي وبعدين نشوف الجيوب فيها ايه. اول حاجه يا بنات هو لبس البيبي. عايزه اقول لكم ان انا واخده كميه كبيره، يعني زي ما انتم شايفين كده كتير، يعني 3 صفوف كلها معموله رول زي ما انتم شايفينها كده. وكمان واخده 4 كوفرتات معايا، والكوفرتتين دول باللطقم بتاعتهم، يعني جواهم كل طقم جواه الطقم كامل بتاعه. خلاص ليه واخده الكميه دي معايا؟ لان انا بنزل البلد كل 10 ايام، كل اسبوعين، فمش حابه ان انا اشيل كتير. فناويه اسيب كام طقم كده عند حماتي، وكام طقم عند بيت بابا، وبرده هجيب باكيت بامبرز يكون مقاسها اكبر شويه، اسيب نصها هنا ونصها هنا، بحيث ان انا لما ابقى نازله ابقى واخده حاجات بسيطه جدا جدا، ما بقاش محتاجه ان انا اخد مثلا شنطه سفر زي كده معايا. فالموضوع ده هيسهل عليا كتير. لو انتي من الناس اللي زي حالاتي بتسافروا، لا خلاص خدي دايما حاجات زياده معاكي في اول سفريه ليكي مثلا اللي رايحه تولدي فيها. خلي حاجات عند حماتك وحاجات عند بيت والدك. رحتي هنا ومحتاجه تغيري حاجه للبيبي، اوكي. رحتي هنا ومحتاجه تغيري حاجه للبيبي، اوكي. فالموضوع ده مسهل عليا كتير جدا. انا واخده اهم 3 صفوف، واخدهم كلهم معايا، لان انا برضو هقعد بعد الولاده لحد العيد، فهبقى محتاجه لبس كتير معايا، وقبل ما امشي هسيب منه هناك. ودول كل طقم جواه الكوفرته، جواها الطقم بتاعها كامل موجود جواها. هو افتح واحده دلوقتي واوريها لكم. ادي الكوفرته، انا حاطه 2 تحت في الشنطه، وحاطه الهدوم، وبعد كده الاتنين دول فوق اهو. كل طقم جواه السلوبيت بتاعه، وجوه السلوبيت بتاعه هتلاقوا النص او القط والطاقيه والبافيتا. يعني ادي هنا اهو، ادي الطاقيه وادي البافيتا وادي القط بتاعه اللي تحت. كل لطقم معموله بالنسبه لي كده مريحاني ومسهله لي الدنيا قوي يعني. خلاص فدي بالنسبه لحاجه البيبي. فكده حاجه البيبي اخدت نص الشنطه معايا، يعني اخدت نص الشنطه معايا. خلاص نيجي بقى للجزء ده، انا هحط فيه الحاجه بتاعتي. اسهل حاجه لو انت معاكي شنطه سفر الحاجات اللي بتتعمل رول، بالنسبه لك بتبقى اسهل كتير جدا جدا من ان انت تفضلي بقى تطبقي ومحتاسه مش عارفه انت هتحطي الحاجه فين. بعد كده هحط العبايات اللي انا هاخدها معايا. انا هاخد العبايتين الجداد اللي جبتهم علشان زراير ورضاعه وكده، وعندي عبايه حمله هاخدها معايا. وانا كنت يعني انا ليا لبس كتير قوي هناك، فمش محتاجه ان انا اخد لبس واسع، عندي هناك لبس خروج وعندي لبس بيت كنت سايباه من المره اللي فاتت اهو. يا بنات انا واخده دي بيجامه كده خفيفه بنص، قلت لان الجو حر. انا ليا بيجامات هناك برضو بنص، بس دي واسعه شويه، كنت جايباها في الشهر 6 او 7 بحيث ان يعني يبقى نايمه مرتاحه. وادي العبايه اللي جبتها معاكم واللي تحتها، ودي كانت العبايه بتاعت الحمل اللي جبتها، فيها شريطه كده، يعني حتى لو انت مش حامل تقدري تلمي الوسط بتاعها، وبتبقى زي الفل يعني، يعني تنفع في حمل وغير حمل. خلاص هحطهم تاني. وفي الجزء ده بقى هلم باقي الحاجه بتاعتي. اول حاجه هحطها هي الفوط الصحيه. انا فتحتها من تحت عشان ما افتحهاش من فوق وتبقى باينه لما افتح الشنطه، فتحتها من تحت واخدت منها، حطيت في الحاجات في الشنطه بتاعت المستشفى، تمام. وكمان هحط دي. الشنطه دي يا بنات فيها غيارات داخليه زياده، يعني انا كل حاجه من دول جواها الطقم بتاعها الداخلي كامل، بس برضو واخده زياده علشان لما اغير هناك ما بقاش ابقى محتاجه بقى ان انا البس وكده. انا برضو ليا طقم هناك، بس برضو دول واخدهم زياده كده حاجات داخليه علشان لو حبيت اغير براحتي ابقى في الامان. وده برضو تبع دي كانت ايه يا ربي، كانت بيجامه كده كنت جايباها لبنت عمي الصغيره، فحطيتها هنا بالمره علشان ما انساهاش. هضغط عليهم كده عشان ما يبقاش واخدين عندي مساحه. بعد كده البريست بات دي انا طلعت منها 2 في الفيديو بتاع المشتريات، بتاع في الفيديو بتاع الشنطه، هينزل لكم ان شاء الله. ومش هاخدها معايا كلها لانه في الاول ما بيبقاش في لبن كتير، فهحطها هنا.
وكمان معايا دول اللي هم اللهم صل على سيدنا محمد، دول اللي هم البوديهات اللي هي الحمالات اللي وريتها لكم برضو هاخدهم معايا، ودول الاسترتشين برضو اللي جبتهم هحطهم هنا كده عشان يبقى كله مع بعضه. انا نقلت دي من هنا علشان معايا الشنطة دي لما فيها كل الحاجات بتاعت العناية بتاعتي هحطها في الجزء ده. فتعالوا بقى اوريكم الشنطة دي موجود فيها ايه. دي شنطة كنت جايباها من محل والله اخر العنقود على ما اتذكر، وما كانتش غالية يعني، تتفتح كده بصوا لمالي كل حاجة ممكن تتخيلوها، بتاعت البشرة، بتاعت الشيفنج اكيد هحتاج لها، مورد الخدود، السيرم اللي انا عاملاه معاكم بتاع البشرة، والكريم بتاع بالمرز بتاع الشعر، وجونسون المرطب، وزبدة الليمون مهمة جدا، واخدة معايا البرفيوم دي لان خلاص قربت تخلص، وانا سايبة واحدة هناك دي بتندر بتاعت ماي واي، وواخدة الغسول اللي لسه مشترياه معاكم جديد، وواخدة الكلينينج باد بتاعته، وواخدة المشط، وواخدة اللهم صل على سيدنا محمد، والفرشة والمعجون. دول نسيت انقلهم في الشنطة بتاعت الام، هنقلهم دلوقتي، هرجع الحاجة دي مكانها واشيلها. خلاص كده ده بالنسبة لي الحاجات اللي انا هاخدها، والشنطة متستفة وزي الفل ومفيهاش اي مشكلة. نيجي بقى للجزء اللي هو هنا ده، السوستة دي صغيرة مش كبيرة، فانا حاطة فيها دول بافيتات زيادة. طبعا كل طقم من اللي تحت دول موجود فيه الفافيتة بتاعته، يعني هنا كل واحد من دول، كل ده كل طقم من دول جواه البافيتة بتاعته، وجواه الطاقية بتاعته، جواه كل الحاجة بتاعته. يعني لما هاجي اخد ادي للبيبي شاور ولا حاجة، الطقم هيطلع بحاجته كلها علشان ما بقاش متأخرة عليها وسايباها عريانة وتاخد برد. خلاص فانا عندي هنا دول بافيتات زيادة عن البافيتات اللي جوه هنا، ودي اللي هي الفوط اللي انا جبتها معاكم، واخدهم كده زي ما هم معايا. خلاص بالنسبه لي كده الشنطه تمام زي الفل، هقفلها واوريكم بقى الجيب اللي ورا او اللي بره هيكون فيه ايه. الجيب ده بالنسبه لي مهم جدا وهيشيل معايا حاجات كتير، هو مش كده بس، يعني هو مش هنا كده بس، لا يعني هو مش كده بس، هو ممدود لحد جوه، فانا حاطه فيه واخده فيه الحاجات بتاعت البيبي اللي هتكون معايا في البيت كلها واخدها معايا فيه. فهطلع دلوقتي الحاجة اللي موجودة ووريها لكم كلها. دي الحاجات اللي تخصني اللي انا واخداها في الجزء ده من الشنطة، ده الكريم بتاع تشقق حلمات بتاع الرضاعة، وادي الشيفنج لسه لحد الان والله سامحوني، الجل انا لحد الان بدور عليه مش لاقياه، ومش عايزه اكتب لكم اسمه بس عشان مبقاش متلخبط، فاول ما اجيبه هكتب لكم الاسم بتاعه في كومنت مثبت باذن الله عشان يبقى تعرفوا تجيبوه بالظبط، لانه اي غلطه في الاسم بتاعه هتلاقي نفسك جايبه حاجه تانية. ده الشامبو البلسم اللي جبته معاكم، ده البادي سبلاش اللي جبته معاكم اخر مره، هي يعني ايه انا استعملتها فقشطه شغاله. واخده معايا ميك اب، طبعا مش واخده الميك اب المستشفى نهائيا، اوعوا تفتكروا الموضوع ده نهائي خالص، بالعكس يعني للبيت بعد ما اروح، بعد ما افوق بقى شويه واحس ان انا قادره كده اقف على رجلي، لو حد جاي ممكن احط حاجه خفيفه خالص، مثلا السبوع، وبعدين عندي بعد السبوع عندي فرح بنت خالتي، فواخده حاجات بسيطه وبرده هوريها لكم دلوقتي. دي الحاجات اللي انا واخداها معايا، ده قطن الميك اب، بصوا اللي هي ليتل بات دي ما انصحش اي حد انه يجيبها، قطن زباله ملوش اي 30 لازمه يعني، فانا اعتقد ان انا ده ممكن ما ممكن اجيب غيره قبل ما امشي، لان انا خلاص يعني قدامي ساعتين، فلو عندي وقت ان انا انزل في اي حته اجيب اوكي هجيب، بس مش حلو خالص خالص، بيفتل كده ودمه تقيل، فما انصحش اي حد يجيب النوعيه دي. خلاص واخده معايا الفاونديشن اللي هو بتاع فلورمار اللي هو البيبي كريم، ده لانه طري جدا جدا والبشره بعد الولاده بتبقى جافه شويه، فما حبيتش ان انا اخد بتاع ايسنس معايا فواخده ده. واخده الاثنين كونسيلر دول انا ما بقدرش استغنى عنهم عشان الهالات، اللي هو بتاع لاجيرل وبتاع ميبيلين، وده مايتر ورد. انا سايبه الازازه الكبيره وواخده دي بس صغيره كده، يا دوب بعد كل ما بغسل وشي برش رشتين كده على بشرتي واسيبها تنشف، فدي هتقعد معايا فتره. كمان واخده الماسكارا بتاعت الحواجب اللي هي اي فاشن برو، ما بقتش بستعمل الاقلام ولا اي حاجه، وده قلم كده روج ما بحبش استعمل الروج السائله نهائي، واخده مرطب الشفايف، واخده الفرشتين دي بتاعت البلاشر، واخده فرشه دمج من العاديه خالص بتاع ريال تكنيك، ودي الماسكارا بتاعت ام ان، و بلاشر عاديه. ده بصوا ده بتاع منيك، ده بلاشر واي شادو في نفس الوقت، ممكن تستعملي بيه حاجات كتيره جدا، وسبونش عاديه بس مش واخده اي حاجه تاني. وطبعا زي ما قلت لكم الحاجات دي مش للمستشفى، الحاجات دي بعد ما ارجع البيت واحس ان انا كده قادره اخد نفسي وقادره اقف وقادره اتعامل مع الدنيا، وللسبوع مثلا للمناسبه اللي عندي بعد كده، انما مش هاخد اي حاجه من الحاجات دي معايا المستشفى. ف
فتعالوا بقى نشوف حاجة البيبي اللي انا كمان واخداها معايا اللي هكون في البيت مش المستشفى. طبعا احنا اتفقنا ان في حاجات كتيرة مش هتاخديها معاكي المستشفى، مش هتحتاجيها الا بعد ما تروحي البيت او لما الصورة مثلا بتاعة البيبي تسقط، لان احنا اتفقنا لا مناديل ولا كولونيا ولا اي حاجة تستعمليها على جسم البيبي الا لما الصورة بتاعته تسقط. وفي حاجات كتيرة كنت واخداها زي ما قلت لكم معايا المستشفى والدكتور قال لي ملهاش لازمة فهخليها للبيت خلاص. ده مثلا ده انا هاخده معايا المستشفى لان هم قالوا ازاي هيعلموني ازاي اعمله يعني، فده هطلعه من الشنطه دي احطه في شنطه البيبي لان كنت ناسياه، كنت حاطاه هنا وناسياه. فسيبكم من ده، خلونا في ده اللي هو بتاع تنظيف اللثه وتنظيف الفم بتاع البيبي. لازم بعد كل رضعه تعقميه كويس جدا بميه سخنه وبعدين تحط تلبسيه كده في صباعك وبتمشيه على اللثه وعلى اللسان وحلق البيبي علشان اللبن بعد الرضاعه بعد كل رضعه لما تتراكم على بعضها رضعه على رضعه بيعمل فطريات في الفم ودي بتبقى مقرفه جدا بالنسبه للبيبي الصغير. فده كمان من الحاجات اللي هتكون معايا في البيت فهاخدها معايا في الشنطه. الاسبونشا في الاول ما بيحتاجهاش قوي بس ممكن بعد 15 يوم ولا حاجه تبتدي تتعاملي عادي فواخدها معايا. التتينه لسه زي ما قلت لكم مش عارفه اذا كنت هستعملها ولا لا فواخدها احتياطي في الحاجه اللي هاخدها البيت مش المستشفى. المشط كمان محتاجاها في البيت هناك، وطبعا ده لا غنى عنه في اي شنطه. ان شاء الله هينزل لكم فيديو الشنطه بتاع الخروج بس ده لما ارجع باذن الله بتاع البيبي ايه المهم فيها، وده مهم معايا لسه جديدة في الموضوع فمش هعرف انا درجة الحرارة بتاعت البيبي عاملة ازاي، فده برضو من الحاجات المهمة اللي هتبقى في البيت مش المستشفى. اتفقنا انه في المستشفى لا مناديل جونسون على الجسم ولا لوشن ولا الكولونيا، فدول هاخدهم معايا علشان يبقوا في البيت بعد ما صورة البيبي ان شاء الله تسقط ابتدي اتعامل بيهم عادي جدا. وعايزه اقول لكم انضف حاجه هما الماركتين دول جونسون وسانوسان. انت شايفه ان في ماركه تانية تقدري تجيبيها شيء راجع لك انت، اتعاملي باللي انت عايزاه. في حاجه تانية اقل اسمها نونو بس ما اعرفش اسعارها بصراحه، وفي حاجه تانية مش متذكره هي حاجه بيبي كده برضو بيقولوا عليها كويسه، بس انا جبت اللي انا شفت صحابي اتعاملوا بيه والحاجه كويسه جدا معاهم خلاص. فدي من الحاجات اللي هاخدها معايا في شنطه السفر بس مش هتروح معاكي المستشفى نهائي. بكده نكون خلصنا الفيديو وخلصنا تقريبا كل الفيديوهات الخاصه بالولاده، مفيش فاضل ليكم عندي غير الفيديو بتاعت ازاي نعقم الببرونه وحاجه البيبي. ان شاء الله برضو ده متصور وجاهز هينزل لكم بس بعد ما ارجع لما انزل بقى هناك يعني البلد، لانه دلوقتي خلاص انا مسافره. فادعوا لنا كده ربنا ييسر وما تنسونيش في دعواتكم بالله عليكم. سلام عليكم.